أعلن البنك الدولي عن إحصائيات جديدة أصدرها تكشف أن إيران شهدت تراجعاً اقتصادياً خطيراً خلال العقود الأربعة الماضية، وهو ما انعكس على حياة المواطن ومستويات التنمية المتدنية. فضائح النظام الإيراني المتتالية لم تمهل الشعب الإيراني فسحة أمل ولو كانت بسيطة، فقد بات الشارع الإيراني يعي تماماً أن لا خيار أمام هذا النظام سوى الانصياع والإذعان الكامل لمطالب الشعب والمطالب الدولية التي تلتقي كلها في إنقاذ الشعب من الموت جوعا على أحسن تقدير. فالشارع الإيراني يعاني اليوم من أزمات متتالية، أبرزها الأزمة الاقتصادية والفقر المدقع الذي بات ينخر عظام المجتمع في جميع المحافظات الإيرانية، إلى جانب أزمات خانقة أخرى كأزمة شح المياه التي يسرقها النظام وأزمة الكهرباء التي تهدد الحياة في إيران بشكل عام. وفق ذلك كله ترضخ إيران لعقوبات دولية خانقة تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية وفق استراتيجية دقيقة وواضحة تهدف إلى ثني هذا النظام عن الاستمرار في سرقة أموال شعبه واستخدامها في تمويل الإرهاب في المنطقة بشكل عام ودعم الميليشيات المتطرفة والطائفية بهدف توسيع نفوذه، وكلها على حساب لقمة عيش هذا المواطن الفقير. فقد بات الفقر في إيران هو الأسوأ على مستوى العالم، فالمواطن الإيراني ومنذ استيلاء الولي الفقيه على ثورة الشعب عام 1979 وهو يتعرض لأقسى الممارسات، وهو ما أودى بالفقراء إلى النوم في المقابر وأكل المخلفات وفي أحيان كثيرة الموت جوعا نتيجة التشرد والعوز. البنك الدولي أصدر تقريرا جديدا يحتوي على إحصائيات خطيرة تحذر من انهيار اجتماعي في إيران لم يسبق له مثيل، فالاقتصاد الإيراني تراجع 10 مراكز خلال 4 عقود تحت اضطهاد الولي الفقيه، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة للإيرانيين بنسبة 32% عن ما كان عليه في السابق، تلاه تقهقر غير مسبوق للأسواق والعملة الإيرانية. هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري في إيران تسبب به نظام قمعي سرق أموال شعبه لينفذ سياسات إرهابية في المنطقة، وهو ما ثار الشعب لأجل تغييره والمطالبة بنظام ديمقراطي يحفظ حقوق كافة مكونات الشعب الإيراني.